اهلا بحضراتكم من جديد. انا دايما بمتن لكل مزارعينا في كل مكان، والحقيقه انه لو قعدنا نقول قصايد وقصايد يعني في مجهودهم وفي عطائهم مش هنقدر نوفيهم حقهم، لانه طبعا المزارع المصري على طول على مر الزمان رمز للجهد والتفاني والاخلاص في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وكمان دايما القيادة السياسية طبعا بتسعى للاهتمام بالمزارع المصري وتوفير كل سبل الحياة الكريمة ليه ولأسرته، سواء كان الارتقاء بحياتهم المعيشية أو تعزيز دخلهم أو زيادة حتى كمان أرباحهم، ده سواء بتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل الزراعية. النهاردة ضيفي من محافظة الغربية من طنطا برضو منورنا، وضيفي العزيز طبعا هو الحاج محمد سليم من مزارعي محافظة الغربية. أهلا بك يا حاج، وخطوة عزيزة ونورتني. ربنا يخليك يا فندم، الشرف لي أنا، ويا رب دايما كده في تقدم القناة، وده يشرفنا طبعا. اشكرك، وانا اللي بقولك باسم يعني كل العاملين في قناه مصر الزراعيه، احنا دايما في خدمه المزارع المصري، وبنتمنى انه كل المعلومات اللي بتحتاجوها تلاقوها دايما عندنا، عشان كده احنا دايما على تواصل معاكم، وبنهتم بكل القضايا اللي تهم المزارع المصري وتخليه ماشي على خطى ثابت كده في الجهد المبذول اللي ما شاء الله لن ينقطع تحت اي ظرف. خلينا نتكلم على محافظة الغربية، من أجمل المحافظات، تحياتنا لكل أهل الغربية وتحديدا برضو لأهلنا في طنطا. بنتكلم على بنجر، بنتكلم على بصل، بنتكلم على أرز، على قمح، ما شاء الله ذرة، بنتكلم على أعلاف، كل الحاجات الحلوة والمحاصيل الهائلة المهمة دي بتتزرع مع الاختلاف المواسم طبعا في محافظة الغربية. كلمني عن الإنتاجية وأخبار بقى تطوير المحاصيل دي ايه والاصناف الجديده. لسه كنت بتكلم امبارح ان المزارع بقى واعي. وما شاء الله لو في صنف جديد او مركز البحوث الزراعيه ما بيخافش، لا، وبيجري على طول ينفذ ويطور ويجرب. اصل يعني الحمد لله من فضل ربنا، ربنا يمكن حابة مصر بحاجات كتيره، وعندنا مركز بحوث يعني فعلا نشهد لهم بالكفاءه والجهد المتواصل في خدمه الفلاح. يعني الحمد لله احنا في القمح كنا الغربية يمكن من المحافظات الأولى في الإنتاج على مستوى الجمهورية، بعلم وجهد مركز البحوث، والحملة القومية للقمح موفرة للفلاح كل حاجة من تقاوي لإشراف لكل حاجة، لندوات، للمدارس الحقلية، كل شيء مركز البحوث موفرة. والإنتاجية طبعا كنا زمان كان أقصى حاجة الفدان القمح 10 أردب و 12 أردب، لا دلوقتي بقينا بنتجاوز ال 25 وال 30 أردب من مركز البحوث، مش من إن أنا جبت تقاوي من اللي كانت متخزنة عندي وتقيت منها، لا، مركز البحوث. صحيح. والانواع بقى كل سنه في نوع وفي تطور جديد في الاصناف والجينات الجديده بيطلعوها واحنا بناخد منها. انا عاجبني على طول الوعي اللي حضرتك بتتكلم بيه، انك دخلت على مدى اهميه دور مركز البحوث، وانكم كمزارعين بتاخدوا الخطوه بمنتهى الثبات والثقه تجاه الاصناف الجديده اللي طالعه من المركز، فبتبقى مطمئن. كلمني كمان على الحقول الارشاديه اللي بيتم اقامتها داخل محافظه الغربيه طبعا عشان تعرفكم على الاصناف دي. الحقول الارشاديه بتوفر لكل شيء. من تسويه ارض ليزر، من تقاوي، من اشراف حقلي، من يوم زرع سطرات، او يعني كان الدكتور جمال رئيس الحمله القوميه للقمح السنه دي والدكتور خالد ابو شادي اللي هو كل وزارة عندنا كانوا اقترحوا عليا اقتراح ان احنا نزرع جزء من الارض بالانفار بالنقره، ودي كانت برضو فيها طفره كبيره في الانتاج، زائد يعني كانت تفوق الزرع بالسطاره برضو بعلمهم هم، مش بمجهودنا احنا بس، لا بعلمهم هم برضو، عشان هم اللي بيرشدونا ان احنا نزرع بكذا. صحيح. فلا الحقول الارشاديه بتوفر كل شيء، ويا ريت كل الفلاحين او كل واحد مزارع يرجع للحقول الارشاديه. للارشاد او مركز البحوث. صحيح. في كل شيء. هيبقى مطمن اكتر. تقوي سليمه،
استنباط الانواع الجديده كلها على اعلى انتاجيه، كل حاجه متوفره. انا لسه كنت بقول برضو بشيد بالوعي الخاص بيكوا امبارح لو حضرتك تابعتنا، لانه انتوا فعلا يعني بتسعوا وراء الجديد وما بتخافوش من الاصناف الجديده، وبتبقوا عارفين انها ممكن تكون بتوفر في الميه، بتديك كمان انتاجيه اكبر، واحنا شايفين كمان موسم حصاد القمح كان هايل ومشرف. يعني كتر خيركم وكتر خير مصر دايما. لا. لانه انتوا بصراحه بتبذلوا مجهود كبير جدا، وخصوصا في توجيهات الحكومه بزياده المساحات المنزرعه. الحمد لله رب العالمين. يمكن المساحات المنزرعه السنه دي في الغربيه كانت بالنسبه للقمح بس كانت تفوق ال 150 الف فدان ما شاء الله. وكان قبل كده كان مثلا ما كناش بنتجاوز ال 100 الف فدان، لا السنه دي متجاوزين ال 150 الف فدان وانتاجيه اعلى. هايل. يعني وموسم التوريد بقى كلمني. موسم التوريد، لا موسم التوريد هو اختياري السنه دي بس. يعني يمكن الصوامع او الشون الموجوده في الغربيه عليها تكدس غير عادي من التوريد. ولدرجه ان انا اعرف ان وكيل وزاره الزراعه عندنا الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزاره التموين بيتنوم متواصلين في مكاتبهم او في شغلهم في ان هم بيروحوا الاماكن التوريد يشوفوا عليها ويشوفوا لأي عقبة لأي مورد بتقابله يسهلوا له أموره وكده، موجودين لحد الساعة 10 و11 بالليل. لا وكمان احنا شفنا مش بس على مستوى محافظة الغربية، لا مش على الغربية، على مستوى الجمهورية. ده على مستوى الجمهورية الاهتمام الكبير بالصوامع والتوريد. لا 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 بقى فيها طفرة، بقى فيها طفرة جميلة يعني، حاجة طبعاً كويسة، حاجة مشرفة. لا وفارق كمان يعني في نسبة الإنتاجية والحفاظ طبعاً عليها. طبعا الشوان الترابية كانت بتهدر كتير يعني. الشوان الترابية كانت بتهدر من القمح كتير، لا دلوقتي ما عادش. احنا شايفين كمان من حضرتك بتتكلم كلام مقترن بفعل. انا شايفه الصور بتاعت حضرتك ومتابعين كلنا على الهوا وجودك في الحقول الارشاديه، بقى احكي لنا يعني عن اليوم ده، وكان حقل ارشادي عن ايه تحديدا؟ عن القمح، في موسم حصاد القمح. في موسم حصاد القمح كان الارض ديت كنا يعني يوم الحصاد فيها كان موجود الدكتور جمال الشعراوي اللي هو رئيس الحمله، والدكتور خالد ابو شادي، وكل الناس بتوع الارشاد الزراعي بالغربيه كانوا موجودين مشرفينا. كان يوم بسم الله ما شاء الله حاجه مشرفه فعلا يعني. اقبال المزارعين كان اليوم ده عالي يعني. طبعا حابين بيستفادوا فكرة. بيستفادوا طبعاً جدا. يمكن الاستاذ احمد كان في قبل كده لقاء ليا هنا يوم الزراعه. يوم الزراعه كانت كل الفلاحين جايه تشوف احنا بنزرع ازاي، عشان سنة عن سنة بيطوروا. لأن هم دلوقتي الحملة بتقول لك لا، ما عشان ترشيد المياه بنزرع دلوقتي بالغلة أو القمح على مصاطب عشان ترشيد المية. فده كله الفلاحين كله بيشوف محمد، بيشوف أحمد، بيشوف جاره، بيشوف كذا، بيطور من نفسه ويعمل. فدي كلها بتساعد في الإنتاج وفي ترشيد المية ثانية. طيب احنا بقى برضو عايزين نروح على الارز، بما ان احنا رايحين على الصيف وان شاء الله يكون موسم ناجح يا رب وموفق. ان شاء الله كلمنا بقى ان شاء الله واسعار الرز تنزل ان شاء الله في الموسم الجديد بقى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. برضو بنتجه لمركز البحوث في انواع الرز. يعني كنا زمان من في بدايه التمينات وفي الحاجات ديت كان الرز كان ما يتجاوزش الفدان الثلاثة طن، لا دلوقتي بقت في انواع مستنبطه جديده، إذا كانت 104 أو يعني سخة 104 أو سخة 178 أو 77 أو 109، ده كان موجود ووقفوه، بس إن شاء رب العالمين راجع تاني برضه إنتاجية أعلى. وال 108 وأنواع السوبر بقى. بس هو إحنا بندور على الأصناف في الرز اللي هي تبقى قصيرة الساق عشان استهلاكها للمياه أقل وإنتاجيتها أعلى، وما ترجعناش تاني للعصر انها اللي هو الرز اللي بيبقى ساقه طويله بيبهدلنا، بيبهدل الفلاح في ضمه في الحصاد في موسم الحصاد. اما الانواع اللي هي قصيره الساق استهلاكها للمياه اقل وانتاجيتها اعلى
صحيح. وما بتعملش مشكلة للفلاح في الرؤاد أو الحاجات دي. بما أن برضو حضرتك اتكلمت على فكرة إن ترشيد الاستهلاك، إيه رأيك وتقييمك لنظم الري الحديث؟ لا طبعاً فرقت. وتحديداً الري بالتنقيط أحسن من الغمر في توفير طبعاً نسبة طبعاً. المية. يا ريت بس كده الوزارة بقى تساهم مع الفلاح شوية في موضوع الري بالتنقيط، يدعمونا بيها وإحنا كله هيشتغل بيها، لانها موفره جدا في المياه وفي كل شيء. محتاجين الدعم من ناحيه ايه؟ من يم ان التكلفه بتبقى عاليه عشان اجيب نظم الري احطها في الارض، فالتكلفه عاليه. فالفلاح مش هيقدر عليها، فلازم يبقى للوزاره دور في الحاجه دي، في ده للفلاح تدعمه هو، حتى لو عن طريق البنك الزراعي هتبقى مفيده جدا. طيب بس احنا كمان لازم نشيد بدور، لا احنا بنشيد بتبطين الترع. لا استنى، قبل تبطين الترع ما احنا بندور على الحل، وبفكر حضرتك وبفكر باقي مزارعين بالحلول. يعني وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري عاملة قروض زيرو فايدة لتطوير نظم الري للتحويل من الري بالغمر للتنقيط. عايز قرض خد قرض من البنك الزراعي ومفيش فايدة، يعني نسبة زيرو فايدة، يعني انت مش هتدفع جنيه زيادة عن القرض. فبالتالي برضو دي خطوة هايلة وجيدة جدا تجاه المزارع. لو موجودة دي فعلا. لا هي موجودة. دي موجودة فعلاً؟ من فترة. طبعا، يعني يمكن حضرتك اللي ما تابعتش، لكن يعني كويس ان احنا بننوه مرة تانية. لا في قرض من قبل البنك الزراعي المصري طبعا، وبقيمة الفايدة ما فيش، يعني زيرو فايدة. وده هدفه ان احنا فعلا بنشجع المزارع المصري انه يحول نظم الري من الري بالغمر للتنقيط. عايز مساعده تانية احلى من كده؟ لا طبعا مفيش. اهو كمان بنتكلم بقى على البدائل، يعني مشكله الاعلاف، ولسه بنقول حتى دخلت في ارتفاع اسعار الاسماك، وداخله في ارتفاع اسعار حاجات كتير قوي. فاحنا بنتكلم بقى ان احنا نكتر اكتر من زراعه بقى البدايل زي الذره الشاميه والرافعه وغيره، والصويا والبرسيم وغيره. كلمني عن الاهتمام بالمحاصيل دي، وفعلا هل المزارع بيبقى شغوف كده ومتشجع يعني ان هو يزرعها؟ عن سنه عن سنه، كل سنه المزارع بيحاول ان هو يبقى شغوف ويدور على المحاصيل اللي هي هتوفر له، سواء يعني سواء اكل او اعلاف. فالسنة دي هتبقى مساحات الذرة والصويا، الذرة الشامية والصويا والمحاصيل اللي هي الزيتية زي السمسم أو دوار الشمس أو الحاجات دي، لا موجودة كتير جدا في الإرشاد، والناس اتجهت لزرعتها. يعني السنة دي هيبقى موسم إن شاء الله خير بالنسبة للمحاصيل الزيتية. عايزه اتكلم معاك برضو على فكره استخدام التقاوي المعتمده، واللي انا جايبها من مكان موثوق منه. قد ايه ده بيفرق جدا مع المزارع؟ دي اهم حاجه في جوده الانتاجيه والكميه. دي اهم حاجه، مصدر التقاوي. المصدر. وبعدين ما عندناش مصدر افضل ولا احسن من مركز البحوث، لان هما بينقوا التقوي المنتقاه والصح والسليمه الاعلى انتاجيه والمقاومه للامراض والاعفان وكل شيء في المراكز البحوث. فنتجه لها، يا ريت كل فلاح يتجه لها، ما يجيبش تقوي من مصدر مش موثوق فيه او مصدر بعيد عن مصادر البحوث. زي ما اتكلمنا على التقاوي، بكلم معاك يا حاج على المبيدات. تقول ايه للمزارعين اللي بيجيبوا مبيدات من تحت بير السلم والشركات الغير معروفه، يعني ان صح التعبير؟ وفتره الامان الحيوي، يعني انا بصراحه برضو زي ما بهتم بمصالحكم وكلنا كده بنهتم برضو وبهتم بالمستهلك، لان يعني حضراتكم كمزارعين لما تدوني انا كمستهلك محصول في فتره امان حيوي، اللي هي بالبلدي كده اللي محد يعني عشان المصطلح ده، اللي هي الفتره اللي مفروض انه ما يتمش الحصاد ما يتمش الحصاد الا بعد فتره معينه، فتره معينه من رش المبيد، عشان ما يبقاش في اي متبقيات لاي مبيد، بالتالي المستهلك هيبقى مرتاح. فتقول ايه بقى يعني؟ اقول لكل واحد من اللي بيشتغلوا في المبيدات، اتقي ربنا، وانت هتاكل منها وابنك هياكل منها وكل واحد هياكل منها،
فنبعد عن المصادر اللي غير موثوق فيها او المصادر اللي مش سليمه. المبيدات في شركات مبيدات موجوده وفي اصحاب محلات مبيدات موجودين بيتقوا ربنا، وفي بعض الناس ذو النفوس الضعيفه بيتجرب بوت الشعب. يعني هو ده انا بسميه اللي انه هو بيضره ما بيفيدوش، يعني هو بيضر الفلاح قبل ما بيفيده، لان بتبقى نسبه الامان مش موجوده. هي مش عارفين مصدرها ايه، هل هي هتبقى يعني كويسه للاستخدام البشري ولا هتبقى مضره بيه. صحيح. فكل واحد يتقي ربنا في نفسه. صحيح. طيب عشان برضو تبقى وصلت لسان يعني او صوت لسان حال كل مزارعي اهل محافظه الغربيه، انتم محتاجين ايه؟ يعني ايه المشاكل اللي بتواجهكم؟ بس اوعى تكون مش متابع بقى انت، يعني ايه قرض الزراعي بقى؟ لا قول لي المشاكل اللي فعلا فعلا انتوا كمزارعين بتئنوا منها وعايزين حلول جذريه وسريعه. حلول جذريه وسريعه طبعا، اول حاجه توفير الاسمده. يعني السنه دي لا الحمد لله ما عادش في مشكله، السنه دي من السنين المميزه جدا ان احنا ما عندناش مشكله في الاسمده. تاني حاجة الترع، تطهير الترع اللي هي ما تمش تبطينها، الترع اللي هي الفرعية دي طبعا مش هيتم تبطينها، فدي عاوزينها برضو الاهتمام بتطهيرها. تالت حاجة بقى واللي يعني يا رب صوتنا يوصل فيها، البتلو. البتلو واقف، ما فيش دعم للبتلو في البنك الزراعي، والبتلو كان من الحاجات اللي بتساعد في الانتاج الثروه الحيوانيه، لانه الفلاح بياخد فبيجيب يربي. فاحنا بقالنا يمكن داخلين في سنه ما فيش قروض خالص في البنك الزراعي للبتلو. احنا طبعا اكيد هنراجع المعلومه، وهو في اهتمام عام بشكل عام طبعا بالثروه الحيوانيه وبمشروع البتلو من قبل الحكومه، من قبل الحكومه تحديدا، والثروه الحيوانيه وهي مبادره الرئيس اللي هو اطلقها سنه وفتره، اللي هي بتاع المزارع ان احنا نبدل الماشيه المحليه ونجيب المستورد عشان اعلى انتاجيه في ظل الالبان وفي اللحوم. صحيح. دي موجوده. أنا ممتنة لوجودك، وإن شاء الله أي مكان في الدنيا بيكون فيه شكاوى خاصة بيه، بس أنا بشكركم برضو أنكم في وسط هذه التحديات مكملين ومطلعين لنا ما شاء الله موسم حصاد للقمح عالي وبالجودة دي. بشكركم كل أهالي محافظة البحيرة والغربية ومحافظة الغربية تحديدا، عفوا، وأهالينا في كل مكان، لأنه المزارعين في كل مكان في مصر يعني من الدلتا للصعيد على رأسنا من فوق. ربنا يبارك فيك. بشكرك شكرا جزيلا، وتحياتنا لكل أهالينا في محافظة الغربية. شكرا جزيلا للحاج محمد سليم، نورتنا. ربنا يبارك فيك. وخطوة عزيزة، وإن شاء الله دايما كده مجهودكم يكون واصل للمستهلك. الحقيقة مجهوداتكم واصلة جدا جدا، ونفسنا بقى نقضي على الوسيط ده، لأن أنا لسه كنت بقول امبارح عنكم لحضرتك تابعت أن أنتوا بتاخدوا هامش ربح مرضي بسيط مش بيضر المستهلك، وناس على قناعة عالية جدا، والوسيط ده هو اللي بياخد الربح كامل. كامل، والحقيقه بيجي على المستهلك. فانا بحييكم على القناعه والبساله والشجاعه الدائمه في الحفاظ على ارضكم. شكرا جزيلا لك مره ثانيه، ولكل اهالينا في كل مكان في مصر وتحديدا محافظه الغربيه. مشاهدينا لسه مكملين فاصل قصير، وعلى طول راجعين، استنونا.